المجلس القومي للمرأة اللي أعلن إن منتجات بنات وسيدات محافظات مصر المختلفة أبهرت السائحين من زوار معرض تنمية الأسرة المصرية. المعرض ده الحقيقة بيأتي ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في دورته الثانية، وتم عرض منتجات متنوعة بتناسب كل الأعمار ما بين رسم على القماش ومنتجات من الأكريليك. العارضات كمان وجهوا رسالة للجمهور إن هم يجيبوا أولادهم معاهم وده لزيارة المعرض علشان يشتروا المنتجات التراثية الأصيلة. هنتعرف أكتر على المعرض والمنتجات وإزاي المجلس القومي للمرأة بيدعم المشروعات دي وبيدعم كمان فكرة الاهتمام بالتراث المصري من الأستاذة إنجي اليماني المنسق الوطني لبرنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة. برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا بك. في البداية عايز أعرف منك أهمية مشاركة المجلس القومي للمرأة في مهرجان العالمين بمنتجات يدوية يعني صنعها ستات مصريات من مختلف المحافظات المصرية، وده طبعا ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. أهمية المشاركة دي، احنا الحقيقة بقالنا ما بدأ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية احنا بنقوم بتدريب السيدات في عدد كبير من المحافظات وجوه القرى بتاعتهم، ولكن دايما خليني اقول ظهور السيدات دي ووصول السيدات دي لقنوات خاطر تشاف المنتجات بتاعتها والهاند كرافت والحاجات التراثيه اللي هم بيعملوها بتكون صعبه الوصول للجمهور اللي ممكن فعلا ياثر المنتجات اليدويه. فاشتراحنا في المعرض ده بيتيح للسيدات دي ان هي تقدر ان هي تعرض المنتجات دي وتقدر ان هي تبقى عندها جمهور جديد تقدر تبيع المنتج بتاعها اللي هو على جوده عاليه، وبعد تدريب ووقت من الانتاج مرت بيه من خلال الفترات اللي احنا كنا بندربها فيها فترات كتير. ايه ابرز المنتجات المعروضه من خلال المعرض، ويمكن كمان بتناسب طبيعه المهرجان بشكل عام وممكن بتشد الجمهور بشكل كبير ليها؟ طبعا هو في حاجات كتير قوي متنوعه من سيدات اللي احنا اوريدي دربناهم، في حاجات اكريليك وفي حاجات ازاز وفي حاجات تطريز ومفروشات، في كمان مش بس كده كمان برامج تنميه الاسره المصريه موجوده كمان علشان خاطر تتعرض على الجمهور يشوف كمان ايه الحاجات اللي في الشمول المالي، وفي برنامج نوره للفتيات، وفي 15-115 والارشاد الاسري، ففي عدد كبير من البرامج المشتركه مش بس كمان العارضات من المشاغل والوحدات التدريبيه الانتاجيه. لكن اهم المنتجات اللي بيقدموها ايه من خلال المبادرات دي، ويعني المبادرات بتختلف في ايه؟ المبادرات بتختلف ان هي مش بس بتدرب السيدات على المنتجات والمشغولات ولكن التراثيه، ولكن كمان بيكون في تثقيف مالي علشان خاطر السيده تقدر انها تعرف تدير اطفالها وتقدر تفتح مشروع صغير وتقدر في النهايه تبقى بتحسن حياه الاسره بتاعتها والمجتمع كله جوه المكان المجتمع اللي هي عايشه فيه. بتقدر كمان انها تساعد بنتها انها تشترك في برنامج زي برنامج نوره، تقدر ان بنتها تطلع هي تزرت الفتاه او المراه اللي في المجتمع، تقدر كمان تعرف ان في اليه تقدر توصلها زي 115 لو قابلها اي تعرض ديسكريميشن او تحيز. بالظبط، فتقدر ان هي تعرف تتواصل مع مين وتقدر تحل مشكلتها وتلاقي اللي يقف جنبها. فالموضوع متكامل، مش بس مجرد ان احنا بندرب السيده على انها تعمل منتج وتبيعه بجوده عاليه، ولكن كمان بنحاول نثبتها مع كل القنوات الممكنه ونعمل لها تكامل من الخدمات علشان تقدر في الاخر تبقى واقفه على رجليها في المجتمع بصوره قويه. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة إنجي اليماني المنسق الوطني لبرنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة، شكرا على وجودك معانا، وأكيد فرصة للسيدات المصريات إن هم يعرضوا الإنتاج الخاص بيهم من المشروعات الصغيرة اللي بيدعمها المجلس القومي للمرأة.